نتمنى والله ان شاء الله في الدوره القادمه ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الشعب المغربي. هذا الشيء هذا يعني كيمكن له يقع لاي اي اي يعني زعما دوله من غير المغرب. وحنا كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا في المستوى المره الجايه. والدليل على اساس كنظن ان المغرب في يعني في هذه الاعوام الاخيره يعني كان كيجهز النفس ديالو باش يكون عند حسن الظن. ونتمنوا من الاخر بالنسبه للتنظيم ديال كاس العالم النتيجه ديالو هذه كانت نتيجه طبيعيه متوقعه صراحه الله، حيت لا السعوديه ولا دول الخليج كاملين كانوا يعطيو معروفه كيعطيو الصوت ديالهم لامريكا، ما يعطيوش الصوت لنا. وهذا لا دل على شي حاجه، كيدل على ان هذا دليل ان ما كاين لا وحده عربيه ولا حتى شي حاجه، يعني هذا اكبر دليل ان احنا فاشلين في الوحده العربيه وعمرها ما هتكون، لان السعوديه ما احنا ما نتقارنوش في البنيه التحتيه مع امريكا طبيعه الحال، ما زايدين علينا فلوس، زايدين علينا المقومات، ولكن على الاقل كان خصهم يعني العرب احنا مع بعض خصهم يكونوا يعطيونا الصوت يدعمونا، وهذا اللي فشلنا فيه. تمنينا اننا نضموا المونديال ولكن مع الاسف ما قدرناش، يمكن حيتاش عندنا الامكانيات ديالنا ضعيفه وامريكا سبقتنا في هذا الشيء، يعني هي عندها المؤهلات والامكانيات انها تنظم، ولكن ان شاء الله نقدروا نعملوا شي حاجه في المستقبل. كيرجع بزاف ديال الحاجات، كاين نقص في البنيه التحتيه وكيرجع عاوتاني الاتحادات العربيه اللي ما فوتوش للمغرب، وهذا هو اللي كاين. طبيعه الحال راه قوي، ولكن المغرب عنده امكانيات باش انه ينظم كاس العالم، وان شاء الله في المناسبات القادمه ان شاء الله يكون خير. حقيقه انني لما تفاجات شيء بهذه النتيجه ديال هذا الصباح، كان متوقع. ربما انا خديت واحد الملاحظه من الاعلام الاجنبي اللي قال كان هناك صراع ما بين دافيد وغوليات، وهذه معروفه في التاريخ، معنى انه واحد العملاق مع واحد صغير. احنا فعلا يكفينا شرف ان المغرب الاسم ديالو تم تداوله بين القارات. فعلا الدول اللي كنشوفوا انه الدم ديالنا منها وجلدنا منها بحال الدول الافريقيه والدول العربيه ما خيبتش الظن. كاين هناك دول اوروبيه اللي انه عندها نظره عاود خاصه مع امريكا كانت مع المغرب. وكاين هناك كاين اللي النيه ديالو مزيانه مع المغرب، كيقول الدول النوويه علاش ما تنافسش الدول العظمى، وعلاش ما يكونش حق المغرب وحق افريقيا وحق الدول العربيه تنظم هذا اللقاء. بزاف الظروف كتدخل في اننا ما قدرناش ننظموها، منها طبعا بزاف البنيه التحتيه ومن الامكانيات عامه، وان شاء الله ننظموها المره ما جا. ما يمكنش اننا نعتبروا راسنا ان هذا احباط المغاربه، بل هو تحفيز. على الاقل اختبرنا نفسنا امام المنتظم الرياضي الدولي، حصلنا على ارقام محترمه، وما فيها حتى شي باس اذا دخلنا المنافسات. انا ما يمكنليش نتاثر ونقول الله خسرنا، بالعكس، بل احنا حققنا نصر على الاقل اسميا على المستوى العالمي. احنا كمغاربه يعني ما البنيه ديالنا ضعيفه، وكيما اوروبا ولا الولايات المتحده الامريكيه يعني عندها بنيه قويه، وهما اللي يعني هما اللي يستاهلوا ينظموها. لان السبب الاول، شوف بعد احنا ما يمكنناش، احنا دوله مغربيه، دوله ضعيفه، وغنتحداو في امريكا اللي هي اول دوله عالميا، وكندا ثلاثه دول اللي كتعرف دابا نسينا عليهم المونديال. وحنا خصنا بعدا نفتخروا بان عندنا 65 صمت تبارك الله، فهمتي؟ يعني يعطينا النتيجه ديالنا، شي دوله اخرى ما كنظنش عاد تجيب هذا التصويت. النتيجه هذه اخي كانت متوقعه في الاول باللي امريكا كانت عزديها، لحقاش المغرب ما عندوش شي امكانيات كبيره باش ينظم هذه المونديالات من ناحيه بزاف الحاجات. وكنقول شكرا للسعوديه حيت صوتت ضدنا. تحيه المغرب وان شاء الله طلعوا في دور مجموعه.